انت جبت سيره الورق، هل لما بيجي لك ورق والفكره حلوه ومتماسكه بتعدل في الورق؟ اصل في حاجات انا شايفه فهمك. انا شايفه بصمتك، يعني انا شايفاها، انا سامعاها. بص هقول لك على حاجه بمنتهى الامانه، هذه البصمه بتبقى جايه من المؤلف اولا. يعني بيبقى جاي لي الورق من المؤلف الى حد ما، عارف شخصيه كريم، نوع الطريقه اللي بتبقى لايقه على كريم اكتر. نيجي بقى في حتة التعديل أو وجهة النظر. نمرة واحد، إحنا أنا مخرج أساسا، أنا درست إخراج طبعا، وأنا يعني هويت التمثيل بعد كده. صاحب العمل هو المخرج، لأن هي وجهة نظر المخرج، والمركب اللي فيها رئيسين بتغرق. ولكن اتعلمنا من أساتذتنا ومن الأساتذة الكبار اللي إحنا اتعلمنا على أيديهم. طبعا بتقول وجهة نظرك بالكامل في الفيلم، وبتقولي ملحوظاتك، وبتقولي كل شيء أنت حاساه. ولو ما حصلش ان حصل اتفاق بمنتهى الادب والاحترام، انت بتعتذري وهو بيرشح بطل اخر. لكن عندما نذهب الى الاستوديو احنا بننفذ اللي اتفقنا عليه خلاص. اوكي. لكن بتقول وجهه نظرك بالكامل في الاول، وبتقولي اللي حساه وحاسس ايه في الشخصيه، نقط فيها عايز تشيلها، نقط عايز تزودها، لا بتقول كل نفسك فيه طبعا في الاخر. حلو قوي الكلام ده. طيب بالنسبة لكلامنا عن النجاحات، طبعا عايزين نتكلم عن تكريمك في مهرجان الدراما المصرية، الف الف مبروك. الله يبارك فيك. ولفت طبعا نظرنا انك قلت ان الجيل بتاعكو هو نتاج جيل العظيم يحيى الفخراني. صح. وعايز اعرف ايه اكتر حاجة تعلمتها مهنيا وانسانيا من الجيل ده غير الالتزام والتفاني؟ لان احنا اوريدي عرفنا اللي انت قلت قبل كده، اللي انت ده اللي انت اتعلمته منهم. بص يا استاذ، انا يعني جيلنا احنا كبر على الاستاذ عادل امام، دكتور يحيى الفخراني، الاستاذ محمود عبد العزيز، الاستاذ احمد زكي، الاستاذ نور الشريف، الاستاذ محمود ياسين. لا، بخلاف الالتزام، حبك لشغلك، صدقك في اللي انت بتقدمه، اتعلمنا ان الشغلانه دي انت مش راح تتصور. اوكي. انت مش راح تمثل، انت داخل بيوت وبتاثر، وشغلانه في منتهى الخطوره. وبعدين اتعلمنا حاجه خطيره جدا، الشغلانه دي ما فيهاش استيكه، بس مفيش حاجه بتتمسح. صح صح. غلطتك بتفضل معاك لبعد ما حتى الانسان بيروح، خلاص انت اتسجلت، انت اتحطيت على الشريط. فالغلطه لا تغتفر في هذه المهنه. تخش بيوت، هي مهنه تاثير اساسا، يعني هي مهنه خيال وتاثير. فانا دارس الاخراج، اتعلمنا الالتزام، اتعلمنا احترام الناس، اتعلمنا احترام عقل الجمهور، اتعلمنا نحب بعض. يعني لا، اتعلمنا كتير قوي من هذا الجيل العظيم. يعني الجمله اللي قلتها للدكتور يحيى كانت من قلبي فعلا. صح. احنا نتاج هذا الجيل العظيم، اتربينا على افلامهم وعلى مسلسلاتهم، اتربينا على علاقاتهم ببعض، اتربينا على ثقافتهم. شوف قد ايه الدكتور يحيى الفخراني نجم مثقف وقارئ، الاستاذ نور الشريف. فما ينفعش تبقى فنان وانت مش على درايه بمجتمعك وبلدك، فاهم سياسه، فاهم اقتصاد، يعني لانك بتقدم ده في الاخر للجمهور، انت بتقدم حياه. فلو انت مش على درايه بهذه الحياه بيبقى في مشاكل.